السلام عليكم اخواتي، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير، تكونوا بصحه والصحه والعافيه. انتما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نشارك معكم الخياطه ديال البيجامه ديال المبرا اللي فيها القطعه هذه البنات. ما غنشارك معكم هذا الموديل هذا. هنايا البنات كما لاحظتوا، يعني من بعد ما فصلتهم وطرزتهم، يعني كلشي شاركته معكم. غادي نجيو للضوفه ديال البياسه هنايا العنق، وغادي نديرو الفتحه ديال العنق ديال الامام، نديرو 9 سنتيم بهذا الشكل هذا، نحطو 9 سنتيم ونديرو التقويره ديالنا بهذا الشكل هذا، ومن بعد نقطعو الطريقة هذه. دابا الى اش غندوز، غادي ندوز لاق الكتيفات ديال البياسة. حاولوا انكم تكونوا كتخيطوا المقرا، ما تجبدوش الثوب، حاولوا انكم تخليو الثوب ديالكم شي مرتاح باش هاكم تجيكمش الخدمه مكمشه. هكذا البنات غادي نلاقي الجهه الثانيه، غادي ناخد واحد الطرف ديال الثوب لي كون طويل باش غادي نخدم هنايا الكول. بالنسبه للكول ممكن ديرو حتى البارمونت شغل عادي ديال الامام وديال الخلف. انا غادي ندير هذه، كتجي حسن هذا البيي، هذا كتجي حسن، وراني ديجا مشاركه معكم مرارا وتكرارا. المهم غادي ناخذ البياسه ديالنا بهذه الطريقه هذه، غادي نجيو الخلف هانتوما الوجه ديال الثوب على الوجه ديال الثوب بهذا الشكل هذا. انا كنجي للقنت هنايا، نجي هنايا للقنت ولا النقطه هنا في المنتصف، يعني النقطه اللي عجبتكم المهم تكون في الخلف هكا. وغادا بطبيعه الحال اللي خاف من هاد البيي، حيت البوبرا شويه كتجبد يعني كتعذب شويه، الا خصو من هادي ديروا الطين العادي ديالكم. كنبقى غادي على الدوره ديال العنق، بطبيعه الحال ما كنجبدش، كنبقى غادي بهذا الشكل هذا. صافي غير كنفوت هاد التنيه هادي اللي دايره هنايا، وكنقطع داكشي اللي شريت ليه كنقطعو بهاد الشكل هذا. صافي هادشي اللي زايد غادي نقطعو بهاد الشكل هذا. قبل من نتني ونفيني القبغة غنحيد لك، كانو عندي شي زوائد من الداخل نحاول انني نحيدهم. الزوائد غادي نجي هنايا بديا ديال البيي بهذا الشكل هذا، نحاول نقاد هاد التنيه هادي، نقادها البنات ما تخلوهاش على وجه حقاش تقدر تكمش لكم العنق هكذا. كنتنيوها جوج تنيات، فيما يبان لينا الثوب غيتكمش كنهزو الصباط كنقادو هكذا. Thank you.
لي بشكل هذا. المهم هنا البنات انا كملت الخياطه ديال العنق، دابا غادي ندوز لهنايا باش نخدم الجزء السفلي ديال البياسه. غادا نجي هنايا المنتصف ديال الامام ديال البياسه، غادا نكراني، غادا نجيب الجزء السفلي، نتاكد من الماء ديال الثوب حتى هو، غادا ناخذ المنتصف ديالو باش نحط المنتصفات بالشكل هذا، نحط المنتصف على المنتصف، نتأكد ان المنتصفات عندي مقادين باش ماشي جهه تجيني مبليه بزاف وجهه لا، هاكا باش كنتاكدوا ان البليات ديالنا كيجيو مقادين، اللي عندنا في هاد الجهه عندنا في هاد الجهه بهذا الشكل هذا. صافي غنبدا نوزع هاد لي بلي هنايا على البياسه هنا، كنبقى غادي نشوف شحال باقي ليا ديال الثوب واش غادي غادي الثاني، مفهوم؟ يعني ماشي كنديرو داكشي عشوائي. ديما ردي البال عندنا واش باقي ليا الثوب ولا لا. غادي نكمل هادشي اللي بقى لي في الجهه الثانيه، نحاولوا التوزيع كما درنا هنايا نديرو هنايا، ماشي بلاصه نقربوا فيها لي بلي وبلاصه نبعدوا، نحاولوا التوزيع يكون متناسق. هادو بنفس الطريقه كنخدم الظهر، يعني كنحدد المنتصف وكنخدم الظهر بنفس الطريقه. دابا غادا ندوز للكمام، نجيو للاكمام، حاولوا انكم ملي تكونوا كتمونطيو البياسه ديال المبرا ما تجبدوش الثوب، دائما كنقولها لكم حقاش هكا، فاش كيوقع المشكل وكتب لكم البياسه مكمشه، يعني كتجبدوا الثوب وملي كتخيط كتطلق كيولي عندنا الخياطه كتمشي. هنا كنحاول انني نقاد التركيز ديالي معكم بهذا الشكل هذا باش نتاكد انه واش عندي لكم مقاد. صافي وكنخيط، نحاول انني ما نجبدش، يعني غير كنقاد.
هذاك الشعبه. دابا غادي ندوز ناخذ الجزء السفلي ديال الاكمام، تاهو بنفس الطريقه كما خدمت لي بلي الاولين، تاهو غنحدد المنتصف ديال هذا نحدد المنتصف ديال الجزء السفلي اللي غيكون عندنا فيكم من هنا لهنا، حتى هو كنحددوا ليه المنتصف ديالو بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ندوزو للاكمام بهذه الطريقه هذه، وتاكدوا دائما كما كنقول لكم من الماء ديال الثوب. فوالا المغص يكون هابط بحال ما هكا، وهنايا هنا الكرانه. تاهو بنفس الطريقة البنات كنحاولو نوزعو لي بلي بشكل متساوي على على الطول ديال الكوب. نفس الطريقة منتصف على المنتصف نحاول نوزعو لي بلي على على التوب ديالنا كامل هكذا. كما تلاحظوا بهذا الشكل هذا صافي. دابا غادي ندوز للمونتاج، غادي نمونطي البياسه ديالي بهذه الطريقه حتى اسفل البياسه. هكذا دائما الخياطه كتكون مقاده مع اختها باش ما يجيكمش ديكالاج في الخياطه. صافي وغادي نهبط الخياطه بالمونتاج. هكذا ثاني هنايا الخياطة على الخياطة. صافي غادي نكمل بهذا الشكل هذا حتى الأسفل البياس. اذا دابا البنات كندير لاستيك البياسه، ما عرفتش كاس كنسحب لي كنصور، خديت لاستيك خيطته بهذا الشكل هذا وبديت كنخيط فيه الدوره ديال الكم. الطريقه راه دائما كنشاركها معكم، ها انتم البنات كيفاش كيجي، يعني كنخيطو على الدوره ديال الكم. من بعد غادي نثني لاستيك بهذه الطريقه هذه وندير الخياطه الثانيه. ممكن البنات ممكن انكم ديروا لاستيك، يعني تخليو لكم هكذا، يعني ديروا لي غير ثنيه بهذا الشكل هذا، حتى هو المنظر كيجي زوين. يعني على حسب نتوما شنو عجبكم، يعني ممكن ديروا لاستيك ممكن ديروا تخليو غير ثنيه عاديه بلا لاستيك.
صافي كيجينا لاستيك ديالنا بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز للجلي ديال البياسه ونوريكم كيفاش غادي ندير لوغلي. اذا بالنسبه لوغلي بهذه الطريقه هذه كنجي هنايا صافي كنت نتنيا نتوما اللي مخليين يا 3 سنتيم يا 2 سنتيم على حسب شحال نتوما مخليين. المهم انا غادي نتني 3 سنتيم. هنا كما تلاحظوا ما كتبلو علينا لا الثوب لا والو، كيجينا ساهل في في لوغلي. ها نتوما ما كتجيش كاع اللوغلي من تحت. كما تلاحظوا انا غنكمل معكم الدوره باش انكم تتاكدوا ان مرتب ما كيتلوش، يعني كتجي كيجي داك لوغلي مقاد ديالنا. هانتوما هي رجعت نقطة البداية كيما كتلاحظوا، كنخلي الثوب ديالي يمشي مرتاح باش مي باش ميتكملش ليا، يعني ميجبدش. صافي بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز معكم نوريكم التشكيلات النهائيه ديال هذا الموديل. هذا اخواتي هو الشكل النهائي ديال البيجامات ديالي، ها انتم كيفاش جاو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هذه ما شاركتش معكمش الخياطه ديالها. المهم راه الخياطه راه بحال هذه كما شاركت معكم، هذه نفس الطريقه ديال الخياطه. خيطت بهم خيطتهم ثلاثه، والموديلات الاخرين اللي قلت لكم غيكونوا مختلفين على هذو، غنشاركهم معكم في فيديو اخر. ها انتم كيفاش جات هذه الخيط معكم، شفتوا؟ ها انتم يعني واخا خدمناها بالطول راه كتجي عريضه. راه كذب عليكم شي واحد اللي قال لكم ان المفرك كتخدم غير بالتنكيز، راه كتخدم بالطول كتجي زوينه. ها انتم راه خدمتها بالطول، كلشي شاركته معكم، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه. وها انتم كيفاش كتجي وكيفاش كتجي عريضه البنات. ها انتم ها انتم شوفوا شحال عريضه. وهذه راني انا درت فيها غير 30 في الصدر، هذه انا اللي لابسه 30 في الصدر. نورمالمون هذا هو قياسي انايا، ولكن انا بغيت نلبس هذه حتى هذه غتجيني هي هذيك في العبار، فهمتوا؟ يعني خصتي شي حاجه عريضه بحال ما هكا. ها انتم شفتوا يعني كيفاش كتجي الخدمه. وهذه النواغ اللي كنت فصلت معكم، ها انتم كيفاش جات. شوفوا الطرز كيفاش خرج، يعني هذا اللون هذا كيفاش خرج لينا البياسه في النواغ، جات رائعة بهذا الشكل هذا. بالنسبة للأخوات اللي سولوني على الأثمنة، بالنسبة للأثمنة كيختلفوا، راه ما تشوفوش نفس الموديل، راه واخا نفس الموديل الطرزة ديال هذه شوفوا شحال فيها ديال العرض، وشوفوا الخدمة ديالها والطرزة ديال هذه شوفوا قداش، راه الفرق ما بين هاد الطرزة وهاد الطرزة راه 20 درهم، مفهوم؟ يعني راه ما كاينش الثمن واحد في البيازا. الا كنتو باغي نديرو الجمله ولا شي حاجه ممكن تعتبروا ثمن واحد، اما اللي كنتو غتخدموا للكليانه مثلا جات عندي انا شي وحده قالت لي خدمي لي النواغ بهاد الطرزه بهاد الثمن، ما يمكنش البنات بالثمن ديال هادي زعما، مفهوم؟ يعني ما يمكنش، يعني الطرزه كتزاد يعني على حسب الطرزه اللي غادي تخدموا. انا البياسات راه كل وحده والطرزه ديالها. ومن الاخوات اللي سولوني على الثمن ديال الطرز، الطرز كيبدا من 70 درهم فما فوق. اللي بغات النمره ديال الطرازه تصيفط ليا في الانستغرام وغادي نعطيها جميع المعلومات ديال الطرازه. بالنسبه للثمن ديال البيع ديال البياسات، كل وحده والثمن ديالها ما كاينش اختلاف، المهم اختلاف ديال 10 درهم حتى ل 20 درهم في البياسه، حيت انا كنبيع غير البياسه، يعني ما كنبيعش الجمله اولا، يعني كنبيع البياسه يعني وكنخيط الكليانات، يعني ما عنديش كليان بزاف اللي غادي نبيع انا بكميه كبيره وغادي ندير ثمن واحد. انا كنهضر يعني حيت الاغلبيه اللي متبعيني نفس بحالي، يعني مفهوم؟ يعني ما كيخدموش كميات اللي كبارين باش انهم يديروا ثمن الجمله اولا ثمن ديال كميات كبارين، يعني كل بياسه شحال غادي تربحوا فيها. المهم بالنسبه لهادي هادي الثمن ديال الطرزه ديالها، زيد في الثمن كنحسبوا الثوب ديالنا الخياطه ديالنا الثمره ديالنا والطرزه وكنديروا الربح ديالنا وكنحطوا الثمن بالنسبه ليهم كاملين. بالنسبه لهادي اللي لابسه اللي قلت لكم، هادي حيت فيها الطرزه قلت لكم زايده في الثمن، هادي 220 درهم يعني 4400.
بالنسبه لهادي وهادي خدمتهم بنفس الثمن ديال الطرز، هادو 200 درهم وهادي 200 درهم. يعني هادي انا كنقول لكم دابا الثمن الاجمالي ديال البياسه بالثوب بالخدمه بالثمره بكل شيء 200 درهم 200 درهم 220. يعني هادشي اللي كاين البنات اللي كيسولوني على الثمن ديال الطرز ولا الثمن ديال البياسه، يعني شحال كطلع. هذا هو الثمن. ممكن لكنتو غادي تبيعوا كميات كثار فبطبيعه الحال راه كتقادوا في الثمن، وبطبيعه الحال تخلوا الربح ديالكم، ما غاديش تضيعوا راسكم وما غاديش تزيدوا على الكليان ان شاء الله. المهم كنتمنى انكم تسناو الفيديو المعجب، غادي نشارك معكم فيه جوج البيسات الاخرين اللي بقاو لينا، بيجامات اللي بقاو لينا ان شاء الله. تمنى الاعجاب ديالكم، كنتمنى ما تقولوش لي باللايك ديالكم تشجيعاتكم. شكرا لكم تتبعكم القناه، والسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله، دمتم في رعايه الله.